على الوحدة اللي بتتكلم عن المربع والمستطيل، تمام. تمام؟ طبعا المربع هو قلنا ده، تمام. المستطيل هو تعرفي المستطيل. معناها دي امتحان الرياضيات بتاع نص السنة امتى؟ 29 خط امتى؟ بعد بكرة، طيب يلا بكرة بقى، مثلا. يلا بقى بإذن الله. اتفقنا مع بعض قبل كده وأخدنا، قلنا هنتكلم عن المربع وهنتكلم عن المستطيل مع بعض. بالنسبة للمربع هتكلم، اتفقنا ان المربع بيحب بس طول الضلع، انما الضلع، المستطيل، نعم أنا السم قاعد نعم تفرقني، مش راضي يثبت. السم قاعد تفرقني، مش راضي يثبت. تعرفي ان انا بكره طيب اقعدي في المربع حتة فيها شبكة يا والمستطيل. جميل. بس المربع هو المربع والمستطيل هو المستطيل. ليه؟ ليه بس؟ لو انت شاطر ولذيذ ما هتحبيه يا تنساش. حنين دلوقتي، يلا بقى ماشي، يلا بقى كله يقفل المايكات ويسمع علشان خاطر الناس اللي نسيت الوحدة دي تفتكرها وتقدر تسترجع المعلومات. اتفقنا ان المربع ده بيحب طول الضلع، لكن المستطيل بيحب الطول والعرض. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بالنسبة للمربع قوانينه هلاقي فيها دايما كلمة طول الضلع، فما اجي اجيب المحيط بتاع المربع هقول طول الضلع في 4، وما اجي اجيب مساحة المربع هقول طول الضلع في نفسه. نفسه يبقى كده اتفقنا، المربع بيحب الضلع لكن المستطيل بيحب الطول والعرض. فما اجي اجيب محيط المربع طول الضلع في 4، اما اجي اجيب مساحة المربع برضو طول الضلع بس في نفسه. طب بالنسبة للمستطيل، المستطيل بيحب الطول والعرض، يعني قوانينه هيبقى فيها كلمة الطول وكلمة العرض. فما اجي اجيب المحيط بتاع المستطيل هقول الطول زائد العرض الكل في 2. طب تمام. اما اجي اجيب مساحة المستطيل على طول الطول في العرض، على طول على طول الطول في العرض، طول في طخ العرض. ترخ. يعني ايه طخ ترخ؟ يعني الطول في العرض على طول، قانون سهل وبسيط اقدر افتكره بسرعة، تمام؟ تمام. يبقى المربع بيحب حبيت كلمة دلوقتي طول المربع الضلع. جدا، بتقولي ايه يا حنين؟ حبيت دلوقتي المربع المستطيل عشان لا كده بحبها. بعد الدرس كله. بقت الدنيا أسهل يعني؟ رحت فين يا عمر؟ رحت فين يا عمر؟ بطشين في بقك عادي. نعم. يلا يا بطل، ما تسيبنيش وتمشي. يبقى كده المربع بيحب طول الضلع، قوانينه فيها كلمة طول الضلع. طب أنا لو نسيت محيط المربع، محيط المربع هو اللي أضربه في 4 ولا أضربه في نفسه؟ هفتكرها ازاي حلوين؟ اتفقنا ان كلمة محيط 4 حروف، فعشان اجيب المحيط بضرب طول الضلع في 4. ده لو نسيت، افتكر ان كلمة محيط 4 حروف. طب لو نسيت المساحة، ان هي في نفسه، اقعد اقول هي في نفسه ولا في 4، افتكر ان كلمة مساحة فيها سين وكلمة نفسه فيها سين، فيبقى مساحة المربع طول الضلع في نفسه. اتفقنا؟ طيب لو نسيت قانون المحيط، انا خلاص عرفت ان المحيط بتاع المستطيل ومساحة المستطيل فيهم كلمة الطول والعرض. طب لو نسيت مين فيهم طول زائد عرض الكل في 2 ومين فيهم الطول في العرض، هفتكرها بان كلمة محيط كلمة صغيرة تاخد القانون الكبير، وكلمة مساحة كلمة كبيرة فهي قوية مش محتاجة حد يقويها، فهتاخد القانون الصغير. يبقى
طول في عرض على طول. تمام؟ تمت. بعد كده دخلنا على ايه حلوين؟ دخلنا على قوانين تانية. ايه هي القوانين التانية؟ ان لو جاب لي حاجة مجهولة وجاب لي حاجة معلومة، يعني انا لو عايز طول الضلع الرب، لو هو مديني المحيط هقسم المحيط على 4 عشان اجيب طول الضلع. لو هو مديني المساحة هشوف ايه الرقم اللي اضربه في نفسه اداني المساحة دي، يبقى كده جبت طول الضلع. طب في المستطيل، هم ثلاثة أصحاب. تمام. في المستطيل ثلاثة أصحاب، الطول والعرض. فلو اداني المساحة أو المحيط هيديني واحدة معاهم الطول أو العرض ويطلب الثاني. فأنا مثلا لو أنا هنا دلوقتي بالنسبة للمستطيل، لو اداني المحيط واداني الطول وعايز العرض، هعمل ايه؟ والله هجيب، عايز لو هو عايز كلمة العرض اللي هو يقوله انا ما اقولوش، فلو هو عايز العرض هقول له ايه؟ نص المحيط ناقص الطول. طب لو اداني المحيط واداني العرض وعايز الطول، هقول له ان الطول هيساوي نص المحيط ناقص العرض. تاني، لو اداني المحيط حاجه معاه من الاثنين، يا هيجيب لي الطول يا هيجيب لي العرض، وهيطلب مني الحاجه الثالثه. تمام؟ فهيبقى عندي محيط وطول وعايز عرض. لو عندي محيط وعندي الطول وعايز العرض، هقول له نص المحيط اللي انت مدهوني ناقص العرض اللي انت مدهو الطول اللي انت مدهوني هيديني العرض. طب لو هو عايز الطول ومديني العرض والمحيط، هقول له نص المحيط اللي انت مدهوني ناقص، هو عايز ايه؟ لو عايز العرض هقول له ناقص الطول، لو عايز الطول هقول له ناقص العرض. تمام؟ طب بالنسبة للمساحة، ممكن يديني برضو المساحة ويديني الطول. ساعتها هقول لنفسي هو ايه الرقم؟ انا عارفة ان المساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض. فهقول لنفسي لو فرضنا مثلا ان هو مديني مساحة المستطيل 32 ومديني العرض 4، فانا هسأل نفسي هو ايه؟ اتفقنا ان احنا الدايرة دي اسمها كام؟ كام في 4 هيديني 32؟ 8. اذا الطول هيكون 8. بعد كده حلوين اخدنا مع بعض الاشكال الغير منتظم، وقلنا عشان اجيب المحيط لشكل غير منتظم مجموع اطوال اضلاع لازم اجيب كل الاضلاع. ودلوقتي هوريكم الشكل الغير منتظم بجيب يا ميس. دخلت قاعد يلعب يا ميس، مش مصلي خالص، ولا جايب الشاشه ولا جايب السكرين اللي عليها المسائل ولا حاجه. يا عمر والله ما والله ومش جايب الشاشه يا خالص. عمر قاعد يلعب. انتبه، هو حر. انا هساله دلوقتي، هنجيب اختبار وهنحل. يلا يا بطل. والله لو قفل الشاشه يا مس طلعيه من السيشن وانا عارف شغلي معاه. انتبه. لا لا، ما تقفلش الكام يا عمر، ما تقفلش الكام يا بطل، وخليك معايا عشان انا هسال سؤال مفاجئ دلوقتي لاي حد. افتح الكام عمر. طيب هنجيب دلوقتي اختبار شامل للوحدة وهنحل عليه
ونشوف مع بعض ازاي الاسئله بتيجي وازاي هنحل عليه. ثانيه واحده هجيب لكم جزئيه من الكتاب. لو جه قال لي مستطيل طوله دي وعرضه جي، ما مساحته؟ عرفنا ان المستطيل مساحه. يا عمر افتح الكام يا عمر بعد اذنك، يا فراوله يا عمر يا فراولاي، قول لي قانون مساحه المستطيل. يلا يا عمر، قانون مساحه المستطيل يا عمر بيقول ايه؟ اتكلم يعني عن مساحه المستطيل. مساحه المستطيل، قانون مساحه المستطيل. ايوه، الطول زائد العرض مساحه. مساحه، مساحه الطول في العرض. لا، تخطره. مساحه المستطيل بتساوي ايه؟ تخطره الطول في العرض. برافو عليك. انا قلت الطول في العرض. انا عارفه انت شاطر بس انا بنقش. مساحه المستطيل بتساوي الطول في العرض. فما يجي يقول لي مستطيل طوله دي وعرضه جي، يبقى هنا عايز المساحه بتاعته، يعني ما يلخبطنيش. اما يقول لي طوله دي وعرضه جي يعني الطول والعرض، اداني الطول والعرض بس اداهمني رموز، يبقى دي في الجي. اوكي، يبقى انا هنا هقول له المساحه هتساوي دي في جي. اللي بعد، يلا يا حنين، مربع طول ضلعه 5 سم هيبقى محيطه ايه؟ ان محيطه هيساوي 25 سنتيمتر. ليه يا جميله؟ ها، ده مربع وعايز محيط المربع بيساوي ايه؟ 25 قلتها في الاول. السلام عليكم. الله يبارك فيك. هاي تيتشر. مس تيتشر. نعم. صح؟ انا سامعاك. صح ايه؟ قولي لي القانون تاني. حنين، قولي لي محيط المربع بيساوي ايه يا حنين؟ 25. قولي لي القانون يا حنين. قانون محيط المربع. حاضر، هوريكي دلوقتي. كلمة محيط كم حرف يا حنين؟ أربعة. أربعة. اتفقنا مع بعض إن محيط المربع بيساوي طول الضلع في أربعة يا حنين. طب هو جايب لك طول الضلع خمسة. خمسة في أربعة بكام يا جميل؟ خمسة في أربعة بيساوي 20. يعني 25. يعني مش 25. اه. يبقى المحيط، أركز وأكتب القانون وبعدين اعوض فيه. انا جبت مساحته مش بتاعي. محيط يا عمر، انت جبتي من، علشان كده بقول لك اكتبي القانون وعوضي فيه. فانت جبتي المساحه وجبتيش بين المساحه والمحيط، افتكري ان كلمه محيط اربع حروف، يعني هضرب في اربع. كلمه مساحه فيها سين، مساحه نفس مساحة نفسه. كلمة مساحة فيها سين وكلمة نفسه فيها سين. اوكي؟ تمام. طيب يلا يا أحمد. نعم يا مس. بيقول لي قام الدين ببناء صورة على منزل، إذا كان هذا السور على شكل مستطيل مساحته 88 متر وطوله 11 متر، فإن عرض السور أول
هو عايز مننا لحظة بس، عنده 8، لأن 8 في 11 ب 88، وهو برافو بيقول لنا مساحة برافو 88. برافو برافو يا أحمد. ليه؟ لأن هو عايز هنا مساحة المستطيل، هو مديهالي، مديني مساحة المستطيل 88 يا عمر، والطول 11. يبقى أنا كده إيه الرقم اللي ضربته في 11 إداني المساحة دي 88 اللي هو 8. نجيب جزئية كمان. أما يجي لي يقول لي برواز على شكل مستطيل طوله 35 وعرضه 15، فإن طول الإطار حول البرواز هيساوي كام؟ أما يطلب مني طول الإطار، يعني الجزء الخارجي للبرواز ده اللي بيحدد البرواز، والجزء اللي بيحدد البرواز ده اسمه المحيط. يبقى أما يطلب مني يقول لي يجيب لي برواز، هو البرواز ده على شكل مستطيل، مستطيل يعني عايز محيط المستطيل. لسه قايلين مستطيل بيحب الطول والعرض، كلمة محيط كلمة صغيرة تحب القانون اللي يقويها الكبير اللي بيقول ايه؟ الطول زائد العرض الكل فيه 2. الطول كام؟ 35. والعرض كام؟ 15. الكل فيه 2، يعني 50 في 2 هيديني كام يا حلوين؟ هيديني 100. اوكي؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ مربع طول ضلع سنتيمتر. ناخد بالنا من الجزئيه دي عشان الجزئيه دي مهمه جدا. طول ضلعه 200 سنتيمتر، فإن مساحته بتساوي كام؟ متر مربع يا عمر. ناخد بالنا يا ولاد. عمر. نعم. هنا مديني مساحة صوتك بيقطع بس. هو مديني طول الضلع بالسنتيمتر، عايز المساحة بالمتر. يبقى أنا قبل ما أبدأ الحل بتاعي لازم أخليهم زي بعض، هحول من سنتيمترات إلى متر، فهعمل إيه؟ من السنتيمتر للمتر. السنتيمتر هو الصغير، والصغير ما ينضربش، يجراله إيه؟ يتقسم. ينقسم. هينقسم على كام يا عمر؟ الميتين دي عشان احولها للمتر، من السنتيمتر للمتر هعمل لها ايه؟ هقسمها. هقسمها على كام؟ على 10. على 100. على 100. من السنتيمتر للمتر بينهم دورين، يعني هقسم على سطرين على 100. هيديني 2 متر. يبقى انا عندي طول الضلع 2 متر، وده الرقم اللي انا هتعامل بيه، هجيب بيه المساحه. خلاص ماليش دعوه بالرقم اللي هو مديهوني، انا ليا دعوه بمين؟ بالرقم اللي انا جبت، عشان ده بالمتر وهو عايز المساحه بالمتر. طيب اجيب المساحه ازاي بقى يا حلوين؟ مساحه المستطيل بتساوي ها؟ انتوا معايا؟ سوري، مساحة المربع بتساوي طول الضلع في نفسه، مساحة المربع طول الضلع في نفسه. تمام، أنا عندي 2 متر أضربها في نفسها في 2 فيديني 4 متر مربع. طب لو جالي بقى شكل زي كده، الجزئية دي برضو مهمة جدا وجت في نماذج الوزارة، لو جالي شكل زي كده
وعايز مساحة المنطقة المظللة فقط، يعني هو عايز المنطقة اللي مظللة بالأزرق بس. أنا هعمل إيه؟ والله هجيب له مساحة الشكل كله وأشيل منها مساحة الجزء اللي مش مظلل. يعني هجيب مساحة الشكل كله الأول. خلاص بقى عرفنا مساحة المستطيل هتساوي الطول في العرض، يعني 7 في 20. 7 في 20 هيديني 140. هنزل الصفر واتنين في 7 ب14 هتديني 140. تمام. وبعدين ده مساحة الشكل كله، هو عايز الجزء المظلل بس. وعلشان عايز الجزء المظلل بس، فأنا هجيب مساحة الجزء اللي مش مظلل. أنا عندي جزئين وكل جزء ليه مساحة مختلفة، فأنا هجيب مساحة المربع اللي جوه المستطيل، مساحة المربع طول الضلع في نفسه. هو مربع، عرفت منين ان هو مربع؟ لان هنا الضلع ده قد ده، وطالما الاضلاع قد بعض يبقى مربع. فهنجيب مساحة المربع اللي هو مش مربع طول الضلع في نفسه، هي 5 في 5 هيديني 25. طب انا عايزة مساحة الجزء المظلل، مساحة الشكل كله 140، مساحة الجزء اللي مش مظلل اللي هو الجزء الأبيض المربع 25. أطرحهم من بعض عشان أجيب مساحة الجزء المظلل. ماشي تمام. فهيديني 15، ده مساحة الجزء المظلل. تمام؟ فهمنا الجزئية دي ولا في حد مش فاهمها؟ لا فهمناه. مش فاهمها، عيدها تاني. لا فاهمينها. ها فاهمينها. طيب احمد وبيسان خرجوا. تمام تمام. ناخد جزئيه كمان. قول لي بيسان تخش. هي تلاقيها بتحاول تدخل. الجزء الثاني بيقول لي ايه؟ صل كل فقرة بما يناسبها. حوض عرضه 3 أمتار وطوله 7 أمتار هيبقى محيطه. طالما جاب لي عرض وطول وانا مغمض كده خلاص عرفت ان ده كأنه مستطيل. بيقول لي محيطه، يعني محيط المستطيل. هجيب محيط المستطيل ازاي؟ ها الطول زائد العرض كل فيه 2. الطول غير لي 3 زائد 7. ايوه زائد العرض الكل فيه 2. الطول والعرض 3 زائد 7 في 2 كلها. برافو. هيديني 20 متر. طب اللي بعد نوصلها بقى. حوض طوله 20 سنتيمتر. ناخد بالنا، ناخد بند مديني الطول ومديني المحيط وعايز العرض. يبقى هقول له ايه؟ لو عايز العرض نص المحيط ناقص الطول. نص المحيط، المحيط عندي كام؟ هو انا جبت الاجابه بس اتوقع من 50. نص ال 50 25. 25 ناقص الطول اللي هو مدهون. الطول اللي هو مدهون اللي هو 20. برافو اكسلنت. 25 ناقص 20 هيديني 55. كنت متوقع الاجابه. لا هيكون يا مستر هتكون الاجابه 5 يا مستر. برافو، اللي هي رقم الف. الف توقعت الاجابه. شطوره يا حنين. ممكن اجاوب مع حضرتك؟ طبعا ممكن. نعم بالسلام. نعم هنجيب جزئيه كمان وجاوب يا دي. يلا حضر نفسك عشان هسالك بعد دقيقتين. شكرا لحضرتك يا مستر.
افتح الكاميرا يا عمر حبيبي. مربع طوله ضلعه واحد سين ميم، فإن محيطه أربعة سين ميم. المربع ده مربع، وهو احنا قلنا محيط مربع واحد مربع اللي هي اسمها ايه؟ ايوه اللي هي اللي هي طول الضلع في اربعة. برافو، طول الضلع في اربعة. طب هنا طول الضلع واحد سم، اربعة باربعة، فهو واحد باربعة باربعة، يبقى الاجابة صحيحة. صحيح طبعا. يلا يا عم، حظيرة للماشية طولها 13 وعرضها 7 متر، يبقى مساحتها هتساوي كام يا عمر؟ هتساوي 81 زي ما هو قايل لي، ولا احنا هنجيبها؟ احنا اللي هنجيبها. غلط الإجابة. طب يلا هات. تمام، ليه غلط؟ لأن واحد تلتاشر في سبعة بي واحد وعشرين. أيوة، واحد وستين، واحد وستين قصدي، واحد وتسعين. لا تاني، واحد وتسعين. تسعين، أيوة كده. المفروض لو انا هجيب مساحة المستطيل ده هضرب 13 اللي هي الطول في السبعة اللي هي العرض، فهيديني 91 متر مربع وليست 81، يبقى الإجابة خطأ. يلا يا بسام، مربع مساحته 36 ملي متر يا بسام. اسمها توتة. فإن هذه اسمها توتة. نعم. مش كده، ده دورك مش بسان؟ لا، اسمها توتة. اسمها توتة، ماشي، ما لسه هنحفظ الأسامي. يلا يا توتة، يلا. مربع مساحته 36 ملي متر مربع، فإن هذه المساحة تتساوى مع مساحة مستطيل 8 ملي متر طوله وعرضه 4 ملي متر. والله هنشوف يا بوس يا توتة، هنشوف يا توتة. مربع، المربع مساحه من المساحه بتاعته 36 ملي متر مربع، دي مدهان. طب انا هجيب مساحه المستطيل عشان اعرف هم قد بعض ولا لا. بجيب مساحه المستطيل ازاي بيساوي؟ هل تسمعني؟ ما ناديتيش عليا. انا احمد اشرف، يعني مش هنادي عليك. لا امسح، لا امسح، لا امسحك يا بيسان. نعم. ها يلا يا بوسي، مساحة المستطيل بتساوي ايه؟ قانون مساحة المستطيل الثلاث نفس المستطيل. هو المستطيل اللي عنده طول ضلع ولا بيحب الطول والعرض؟ لا لا، طول العرض. ها مساحة المستطيل طول في عرض على طول. انا مش هشوف. تمام، مش بتشوفي؟ طب يلا. لا انت ما سمعتكيش، انت بتقولي مثلتي. استنى، طب يلا قولي